كيف يمكنني إيقاف المحرك بعد 3 ثوان بعد 5 ثوان بالضغط على الزر مرة واحدة؟ مرحبا، تعرف على كيفية استخدام الموصل المغناطيسي والمؤقت. عندما يضغط المستخدم على زر الضغط PB، يبدأ المحرك في العمل بعد 3 ثوان، وبعد 5 ثوان، سيتوقف المحرك تلقائياً. يلزم وجود مؤقتين حتى يعمل المحرك خلال فترة زمنية معينة. مؤقتة T1 و T2 على الشاشة هي مؤقت التأخير، ومع ذلك، فإن جهاز ضبط الوقت T1 هو جهاز توقيت مع جهة اتصال تعمل على الفور عند توفير الطاقة الحفاظ على الذات باستخدام جهة الاتصال. نلقي نظرة على التسلسل الكهربائي الرسم أدناه. عندما يضغط المستخدم على زر الضغط PB، يتم توفير الطاقة لجهاز ضبط الوقت T1 بعد 3 ثوان من مؤقت T1. يتم توفير الطاقة لام MC1، يعمل المحرك من خلال MC1. ويتم تزويد الطاقة بمؤقت T2 من خلال ملامس موصل MC1 المغناطيسي. بعد 5 ثوان من مؤقت T2، يتم قطع طاقة الموصل المغناطيسي MC1 ويتوقف المحرك. الآن قم بإجراء اتصالات لكل جهاز معروض على الشاشة. انتهى الاتصال. الآن ابدأ فحص الحركة. تم ضبط المؤقت على 3 ثوان لام T1 و 5 ثوان لام T2. Input on. Wiring breaker. Press the button. PB. Release the button. PB. 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 Input off. Wiring breaker. مع التسلسل الكهربائي الذي يتكون من مؤقتين وموصل مغناطيسي واحد، يمكننا تنفيذ تشغيل المحرك بسهولة. آملوا يا رفاق أيضاً أن تنشئوا حركات كهربائية مثيرة للاهتمام من خلال تكوينات التسلسل الكهربائي المختلفة. شكراً على المشاهدة. تحقق من أزرار الاشتراك وما شابه. نحن نصنع المزيد والمزيد من مقاطع الفيديو التعليمية. سيكون موضع تقدير الأسئلة الأخرى إذا تركتها في التعليقات أسفل الفيديو. طاب يومك.